لو سمحت أسأل الشيخ سؤال اتفضلي مع أو حضرتك. اتنين. بالنسبة لصلة الأرحام، تمام، الواحد بيوصل ناس كتير ومفيش استجابة، يعني ما بيسألوش، مع إن إحنا أقرب الناس ليهم. المفروض هم الأصغر اللي يسأل عن الكبير، والكبير هو اللي يسأل عن الصغير. طيب طب استفسر بس من حضرتك على حاجه، سؤال ولا هم مقطعين؟ يعني هم مقصرين في السؤال ولا مقطعينكو؟ يعني الابعد حد، يعني اللي هو احنا بنسال فيهم مثلا او كده ما بيسالوش، يعني دايما اقول لهم تعالوا كده برضو، لكن مش ما فيش مشاكل معينه او قطيعه او كده، مجرد تقصير مثلا او مشاغل الدنيا، صح كده؟ يقولوا زي ما بتقولي كده مشاغل، بس اقول لهم في اعياد ومناسبات، يعني الناس بتاخد اجازه في الاعياد والمناسبات وكده، ايوه هي قرابه يعني صله، او التليفونات. فهم قاطعين خالص من التواصل، مش بهدف المفروض القطيع. هم اللي يسالوا، المفروض هم الصغيرين اللي يسالوا على الكبار، يعني مش الكبار هم اللي يسالوا على الصغيرين. طيب هي بس ما اخر سؤالي امة الله، هم القرابه يعني صله القرابه ايه، قريبين قوي ولا بعاد؟ تمام، قرابه كبيره. بس معلش سؤال تاني، اتفضلي. لو حضرتك صالح حد ومرضيش، يعني هو زعل من نفسه كده بحاجه في مخه، يعني ما عملتلوش حاجه تقريبا، يعني حاجة عن سوء ظن ولا سوء تصرف منك؟ يعني بعدت شوية كده الظروف عملني ان انا مقاطعة، حاولت اصالح ما رضيش، رغم ان انا ما عملتش حاجة، حاولت طيب اتدرب له اكتر من مرة. الموضوع بقاله كتير مثلا فلسه هيهدى ولا ايه؟ يعني حصل كمان منهم تصرفات مش كويسة خلال الفترة ديت، يعني بسبب سوء ظنهم. طيب الشخص ده صلة رحم ولا صداقة أو لا معارف؟ لا زي كده صداقة ومعارف، يعني مش صلة رحم. صداقة. طيب تمام، شكرا. معلش سؤال تاني. طب اتفضلي يا أمة الله. عندي واحدة قريبتي، يعني بتسأل أسئلة كتيرة جدا، يعني بتسألك عن حياتك الشخصية، يعني شوية تانية تقول لك بتاخد مرتب كام، مين بيجيكم، بتديله إيه، بتودي ايه، تمام. يعني بصراحة زهقتني يعني جامد، وهي قريبتي وفي نفس البيت ساكنة، فأعمل ايه يعني؟ معلش هي برضو قريبتك ولا جارتك بس؟ لا قريبة يعني، بس في نفس البيت. من القرايب يعني، مش هقدر امنحها تدخل الشقة عندي وكده، فبتشوف حاجات يعني وكده، بصراحة كل خير بيجيني اتقطع. ايوه طب اسئلتها واللي بتشوفه. هي معلش قريبتك انت ولا قريبة زوجك؟ لا قريبتي انا. قريبتك انت. طب حاولتي ان انت تحدي العلاقه ما بينك وما بينها شويه؟ يعني بس برضه مش هقدر امنحها تدخل الشقه، يعني اي حد بيدخل بحاجه، اي حد بتشوفه كده، يعني كل حاجه بتديني كويسه اتمنعت تقريبا. فهمت قصدك يا امه الله، تسلمي يعني يا رب. ممكن بتسالني عن حاجات كمان، يعني ممكن اكذب عليها، لان حتى لما بتجاهل السؤال بتسال تاني. لا انا فاهماكي، وده منتشر كتير للاسف، وهنرد على حضرتك. حاضر. أمة الله ليها ثلاث أسئلة. سؤالها الأول بتتكلم عن في صلة الرحم، إن هي ممكن بتسأل على ناس مش بيردوا السؤال، مش بيتصلوا، ما فيش الاهتمام ده، لكن مش من باب زعل أو موقف حصل. والله هو صلة الرحم من يريد أن يصل فليصل لله رب العالمين، وما يوقفش المسألة في إنه يسأل عن رحمه، انه لازم الرحم يرد السؤال. يعني انا لما بسال عن الرحم بأتعبد، انا بصلي ركعتين لله، اللي جنبي ما صلاش، انا بصوم الاثنين اللي جنبي ما صامش، انا سالت الثاني ما سالش. هو طبعا المفروض يسال، واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. فاحنا امرنا بهذا في ديننا الحنيف، انه الانسان لما يحيى بتحية معينة، ولذلك السلام عليكم ورحمة الله دي سنة، لكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واجب فرض، لأنه استجابة لله عز وجل، فحيوا بأحسن منه. فينبغي على من يسألون عنه أن يسأل عن من سأل عنه. لو ما بيعملش ده بقى يظل هو يسأل، هو عايز ربنا ولا عايز البني آدم ده؟ عايز ربنا. أنا عايز ثواب، أنا عايز ثواب. إحنا ما إحنا في مجال التعليم لما كنا بنعلم أولادنا في الفصل، فصل فيه 40 50 تلميذ،
منهم 10 12 فيهم البركه والباقي ما يستاهلوش، لكن لازم انا اقدم مهمتي. ليس الواصل بالمكافئ. واصل، نعم، الله يفتح على حضرتك. انا بخطب الجمعه في المسجد فيه وفيه وفيه، بس انا لازم اخطب الجمعه. طب احيانا يا شيخ محمد بتبقى الردود، طبعا هي اكيد لو دخلنا في مرحله اذيه او حد بيكسفك دي هتبقى صعبه شويه، هتبقى بقى على القد، او نشوف طرق ثانيه للوصل من غير ما اذي نفسي. لكن لو الموضوع ساعات بتتكسف لما تلاقي اللي قدامك مش مديك وش قوي زي ما بنقول. لو تكلمينا على الفقير الى الله شخصيا، انا هذه الامور لا تعنيني، مدي وش او مش مدي وش، لاني اقصد وجه الله، ولاني اتعبد بالسؤال واتعبد بالصله. تمام. اتعبد، المتعبد يا استاذتنا غير اللي عايز يعني يصاحب عيشة مجتمعية. أيوة تمام. عيشة مجتمعية يبقى بقى المكانش يجي الله لعنه وبتاع لا لا لا، احنا بنتكلم في ناس بتتعبد، ناس بتصل لله. ده معنى مهم قوي يا شيخ محمد حضرتك بتقوله، ان احنا نفرق ما بين صلة الرحم هنا للعبادة ولا للصحوبية وللقرب. فممكن نعمل الحد الادنى منها، يعني طالما في ناس مش متجاوبة خلاص ما نعمقش العلاقات قوي، بس بنعمل الحد الادنى. لا نقطع، نعم نعم بالظبط، نعم اللي هو يوصلنا مع ربنا. نعم.